هي دي قلت لي ايه؟ دي لوزه. لوزه لوزه هتطعم عليها قشمش. مشمش. ماشي، يعني اللوزه هتطعم عليها مشمش. اه انت لازم تقصها الاول كلها. كلها ده عباره عن عقل. عقل عقل مشمش. محطوطه في ميه. هو قصدي لازم تتحط في ميه كذا يوم؟ لا مش كذا يوم، هو عشان تجيبها من مكان بعيد. عشان جايبها من مكان بعيد، لكن هي ممكن تتعمل عقله وعلى طول في نفس اليوم ممكن تتطعم عادي. بس هو عشان جايبها من مكان بعيد. بقى ده لما انت بتحطه امتى بيطرح؟ ان شاء الله السنه الجايه. السنه الجايه السنه الجايه بيبقى زي كده؟ معقول؟ سبحان الله. يعني السنه الجايه يطرح؟ يبشر. يبقى يبشر. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ تبريها. تبريها ليه بقى؟ علشان تحطها في ايوه. تمام. وريني شكلها بعد ما بتبريها بتبقى عامله ازاي. وريني، ما شفتهاش، ما صورتهاش. كده. ده انت بتطعم طعام أيوة. اللوز. لوز على اللوز على مشمش. لا لوز على مشمش. ايوه مشمش. لوز. على مشمش. مشمش على اللوز. مشمش اللوز على اللوز. الاصل لوز. الاصل لوز. ايوه. وطعم مشمش. وطعم مشمش. طب في حاجات اختارها، يعني مواصفات معينه اختارها للشجره او كده عشان طبعا طب بعد انت ما بتحط الكيس ده على وتربطه كده 40 يوم 40 يوم وبعد ال 40 يوم ايه اللي بيحصل؟ بتفتح عليه. بتفتح عليه وخلاص كده؟ بتفتح عليه فتحه صغيره. فتحه صغيره. طيب وبعدين؟ بعد لو البراعم طلعت. ايوه بروح فاتح فتحه صغيره. بتروح فاتح فتحه صغيره. طيب وبعدين؟ بنفس بتاع وخليه نفس وخليه ايش انفس بتاع من هنا. طيب واروح لفه ثاني. بعد اسبوع بروح فاتح الكيس على الاخر. بعد اسبوع. طيب بعد اسبوع ثاني بروح شايل ما في. بتروح شايل الكيس. طيب. طب خلال الفتره دي بنسقي؟ بنحط ميه؟ طبعا بنسقي. بنسقي اللي هي الشجر عادي. لكن ما بنسقيش دي، ما بتقربش ليها ميه. لا صح؟ لا لا. ايوه بتسقي الشجر عادي يعني. بتسقيها عادي. طيب وبعد ما بتفتح عليها خالص خلاص كده. صح؟ طب احنا قصينا الشجره دي اهو. قصيناها. طب انت بتحطه في اماكن معينه ولا في اي حته خلاص؟ هتحط عليها داير ميدود؟ احنا نحط اربعه فيها اهو. عشان الطعم موجود. بس عايزك تشرح لي موضوع اللي بعد ما انت بتلف الكيس كده وهنفضل حاطين الكيس 40 يوم. بعد كده بتقول ايه؟ بعد كده لما بعد ال 40 يوم باجي ببص عليها. بتبص عليها لو البراعم دي طالعه. يعني طالعه زي ورق عمال يضرب ورق. ايوه بروح فاتح فتحه صغيره. فتحه صغيره. بروح يومين ثلاثه بروح فاتح الكيس كله. يومين ثلاثه بتفتح الكيس كله. طيب وبس بعد كده بخلي بحط الوقت شوفي. بتحط ايه؟ بحط كيس ورق. سيد ده دلوقتي بتحط كيس ورق كمان عليها. كيس ورق عليها. وهيفضل معاها كيس الورق على الكيس ده ال 40 يوم. هذا فتح عليها الزرقاء من عندي. لا هو فتح عليها عارف ليش؟ عشان محمد عبد فتح له عليها.
انا هو فاتح من بدري جاب ريح. طب ايه دي عدت 40 يوم؟ اه دي عدت. طب وطلعت رمل؟ ولا لا. طب انا عايز ماشي تمام. ده ايه انت طعم ايه؟ زيتون. اه طيب ماشي. طب في حاجه شلتوا عليها الاكياس اصلا؟ في حاجه شلتوا عليها؟ تاني قولي الادوات تاني. منشار منشار البلاستر اللي هو الشكرتون بتاع تاع اللهم صل على محمد مفك كيس نايلون الكيس اللي هو بتاع الاسمنت كيس اسمنت ممكن جرايد ينفع ممكن جرايد ممكن اي ورقه اي ورقه انا فاهم انه نوع اكيد شمالي شمالي يعني الطعم شمالي الطعم شمالي لكن الاصل الاصل ممكن يكون بنزول ممكن يكون هو عنده بنزول بنزول اللي هي ايوه اه اهي البراعم بتاعتها هو مش عامل فيه حاجه يعني دي عاده ال 40 يوم عاده ال 40 يوم بس هو المفروض المفروض ما تتهواش لا تتهواش ما هواش ما هواش ما هو مش بيفتح خليها زي ما هي خليها زي ما هي لحد الهواء بيعدي لغايه ما الهواء يعدي انتوا فاتحينها فتحة صغيرة. فتحة صغيرة لما لقاها كبيرة بس دلوقتي هنبدأ هنا عشان الهواء لازم نختلف. ايه نطلعها براعم ايوه نطلع براعم هذه ال 40 اه. مش شايفاها؟ اه بس عايزاها تطلع فوق. اه تمام. تمام. اه.